أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخت السائلة تقول بأنها اعتمرت قبل بلوغها ولم تكمل الطواف، ماذا عليها؟ واعتمرت مرة أخرى بعد بلوغها عمرة كاملة، ثم بعد سنوات اعتمرت ولبست النقاب. نعم، ما دامت اعتمرت بعد عمرتها التي تركت فيها الطواف فإن العمرة الثانية تقوم مقام الأولى، لأنها ما زالت محرمة بالعمرة الأولى، فإذا جاءت بالثانية فهي مضت في إحرامها الأول. نعم.